يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلا يرد جوابي أحبيب، ما لك قد نسيت جوابنا، أنسيت بعدي خلة أحبابي؟ قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وترابي؟ أكل التراب محاسني فنسيتكم، وحجبت عن أهلي وعن أحبابي، لا غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء عار تجول عليه الخيل عادية، حاكت له الريح ضافي ميزر واردا، مرمي ثلاثة أيام لجغه ولا انشال، رد لعلي بقلب واهي ودمع حمام، وبس عاين فوق الوطية فراش هرمان، والجسد ما ينشال حنو ظل محتار، كل ما رفع جانب توزع جانبه طار، من حيث جسم موزعين بطعن الأرماح، خلى الجسد وانهل دمعه وبالوجه صاح، يا أبوي كيف نشيل جسمك يا ابني الأطهار؟ حيرتني بيش أجمع وصالك يا مبرور، هذه الجفوف مقطعة والصدر مكسور، وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى غرور، هذا الجسد والراس يشغر بالأمصار، جابوا لقطعات بارية وجمع وصاله، نفع سعين العمى ودمك وشاله، حتى وسط قبره وتخاصر وانحى
حنالة. وين قبلتم يوم دخلوك على ضرك؟ وين قبلتين؟ ما منكم إلا وطبع قبلة على جبينه أو على خديه أو على كفه. السجاد وين حفظه؟ شمغ ابن حرام والضماير تستعر نار. لك ضي يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا بالبجال ونهار مثل شفنا مكفنينا في بواري. من عقب ما تبقى ثلاثة أيام عاري فوق الثرى وستراك يبوي بغلف الأغبار أثار الأبو يا ناس. خيمة 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 يظلين على عيالة وحريمة. ويلي أريد نشدك ما شربته شربت يا دفار بخيت قلب لو دفنت حزين حزين عطشان بالله يا دفاني الولير الذن علي عطشان خيمة شرب قطرة أمي يوم دفنت كان بخير البنية بل جتر ذروحة تراه مات عطشان. اللهم ارحم غربته وآنس وحشته وسكن رواته وانزل إليه رحمة من عندك واسعة يستغني بها عن رحمة من سواك إلى روحه وأرواح من جاوره من المؤمنين والمؤمنات. أحم الله من قرأ الفاتحة والصلوات.